السلام الاخوان المتتبعين ديال القناه ديال تاغموت. المهم اليوم غادي نوريكم كيفاش كندخلوا التعليق الوثائقيات وكيفاش مهم ما وراء الكواليس. اليوم غنشوفوا كيفاش يعني داكشي اللي ما كتشوفوش في الوثائقيات اللي كنديروا في القناه ديال تاغموت. بسم الله على بركه الله نبدا. متابعي قناه تاغموت السلام عليكم. عن الكوكب الأحمر المريخ. يعرف كوكب المريخ باسم الكوكب الأحمر، وهو الكوكب الرابع من حيث البعد عن الشمس في النظام الشمسي، ويصنف على أنه كوكب صخري، واسمه باللاتينية مارس، ولقد اتخذه الرومان إلها للحرب، وسمي بالكوكب الأحمر بسبب لونه المائل إلى الحمرة نظرا لارتفاع نسبة غبار أكسيد الحديد على سطحه وفي جوفه. يبلغ قطر المريخ حوالي 6800 كيلومتر، وهو بذلك مساوي لنصف قطر الأرض وثاني أصغر كواكب النظام الشمسي بعد عطارد. تقدر مساحته بربع مساحة الأرض، ولكوكب المريخ قمران، يسمى الأول منهما ديموس، وهي كلمة يونانية تعني الرعب، والثاني يسمى فوبوس وتعني الخوف. ويعتقد العلماء أن كوكب المريخ احتوى الماء منذ ما يزيد عن 3 مليارات من السنين، الأمر الذي جعل بعض العلماء المعاصرين يطرحون فرضية وجود حياة على كوكب المريخ. كنتمنى يعجبكم التعليق. المهم لوجيسيال البروغرام اللي كنشتغل فيه هو هذا اوداسيتي، راه كنقول اي واحد هاوي ولا كيحب الهواية ولا المهنة ديال التعليق الصوتي راه غادي يعرف، وكاين البروغرام اخرين وهنا كندير داكشي يعني اللي غادي نقرا باش Thinking about all the things we did tonight, what a time to be alive.